بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تظلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، المؤمنين
كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم
قرارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها ثم سئلوا الفتنة وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا الذي يغشى عليه
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في فريقا تقتلون وتأسرون فريقا يضاعف